فبديت احطهم هنا بدون معلومه. هذا لونه كذا الاخضر كل اي نعم وحده طبعا هذه سمندل الماس راح اول مره اسمع عنه. طبعا ذا النوع من قارب 6 أمتار 6 متر يا شباب. ها عدد الانواع 900 نوع تقريبا. طبعا ذا نوع من انواع نمسك الضباط. طبعا هذه جزء من عظمه الماموت المنقرض قبل 50,000 سنة. طبعا فيها خلايا تامة لو تمسك شو اسمه تفكك ممكن تشوف خلايا تامة. هذه طبعا نوع معينة. هذه سمكة متحجرة عمرها 65 مليون سنة من عصر الطباشيري أواخر عصر الطباشيري يوم قلب الديناصورات. طيب يعني سؤال، ما تعتقد أن بعض الحفريات يعني ممكن تكون في بعد تطور في الصحراء بس في يعني انا اخذت من الناس. طيب كيف اثق انا؟ اخذتها من الناس موثوقه تكاد من الطبيعه في الحفريه. اتواصل وياهم يعني ما افقد الامل، اتواصل وياها مع 30 40 على الاقل يرد علي واحد. لكن استكمالا لسؤال الدكتور سميحان، هل تستطيع تميز بين ان هذا شيء حقيقي او غير؟ تقدر تفحص الانسجه اذا كان مثلا فيها انسجه حقيقيه عظام كل شيء يعني تحت المجهر يعني. فإذا كان يعني بلاستيك ما بلاستيك أو مصلوبة وكذا يعني راح يبين. هي قراءة كأنك تقرأ معلومات. لو تعطينا برضو إيه اللي تتذكر الفكرة عن طبعًا الأسعار. السعر ذي تقريبا 2000 دولار بس أنا ماخذها نازل يعني في عارض خد. القطعة هذه قطعة رخامية ولا؟ لا هذه من صخرة موجودة من ملايين السنين وجاء باحث قصها واستخرج العين. عمرها 65 مليون سنة من أواخر عصر الطباشير. طب هل صادف اكتشفت انك طلبت عينة اكتشفت انها حقيقية مش حقيقية؟ ولا ما اغلبهم حقيقيين؟ انا افحص يعني التجارب. اقصد بعد ما جيت وفحصته واكتشفت العكس ولا كل يجيك؟ كلهم حقيقيين، الناس موثوقه مستفيده. هذه شو اسمه تعتبر من الحشرات العدوانيه يعني تخيل شوف الفكوك عدوانيه جدا لو حيه يعني ممكن اصور ولا ما في حظ بالمناسبة نقول لكم بس قصة على الحشرات. كان مطلوب منا في الأحياء أن نجيب حشرات وأن نحنق. مرت عليه؟ لا ما مرت عليه. مطلوب منا كعمل وعليه درجة كبيرة جدا في المادة. طبعا احنا جروب 5 ففي معانا اخوان من منطقة ثانية قالوا احنا بنتولى يا سمحان نجيب الحشرات وانت تشتغل عليها تحنطها وتصنفها والسوالف هذه. اللي اصعب حاجة انك تجيب حشرات. جابوا لي حشرات شبيهة بالترتيب هذه جميلة جدا. اشتغلنا عليها وسلمناها. اللي يجي خطاب من كلية الزراعة انه في حشرات مفقودة. ما بغينا نتحرك. قبل ما تطلبها يا خالد طبعا تقرا عنها. اقرا عنها واشوف الحشرات اللي موجودة عندي ما اطلب. طيب ايش نوع الحشرات اللي تطلبها؟ هل في كنفسات ومسلة؟ يعني تخيل الجرادة بروحها كتبت 91 صفحة عليها. طير من الطيور شرحتها كتبت 161 صفحة. تشريح كل صفحة فيها عينة يعني بعيدة شيء ثاني. هي تشرح في H2O كل شيء. عرفت H2O هذا تاخذه من السعودية طلع لك العظم الأبيض بالكلام المعنوي. لا شرح هنا تخيل اجلس على تشريح اروق واجلس 5 ساعات 6 ساعات عشان اروح تفصيل
شريان هدس الأمراض كل يوم لبعض توثيق بس. تخيل وصلت إلى درجة إني أشرح لك فيديو محاضرة وأشرحك صرت أوهم الدماغ إن ذا شيء ذا بالتشريح ذا إنك الحين أنت قاعد تشوف محاضرة مو بتشرح فأوهمت المخ إن أنت الحين ذا شيء تسريع ما بتشتغل موجود يا اخي موجود تشتغل ان شاء الله سويت معاه وهذه